أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل صحيح ما يقال أن أرض الحشر يكون في أرض الشام؟ نعم نعم، هي الحشر يكون في أرض الشام، كما قال تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، يعني أرض الشام، لأن اليهود جلوا إلى أذرعات من أرض الشام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يعني بنو النظير جلوا إلى أذرعات من أرض الشام. نعم.